اذا السلام عليكم. اليوم عشنا اطوار لي اليوم الثاني من ملتقى الشباب القائد اللي تنظمو جمعيه البديل في مدينه قلعه مكونه. المشاركين ديالنا كان عندهم وكما العاده واحد الموعد مع العاب الذكاء الاجتماعي اللي تتمكن المشاركين انهم ينشطوا معنا ويتحركوا. من بعد كانت معانا كان لينا موعد مع الاستاذ عمر المورد اللي قدم لينا واحد الورشه واحد النقاش حول الثقافه القانونيه وعرفنا على مجموعه من القضايا اللي خص اي واحد فينا انا يعني نورمالمون يتعرف. من بعد كان معنا لقاء مع خريجة النسخة الثانية من ملتقى الشباب القائد الطالبة والصديقة أميمة بوضياف اللي اطرت واحد الورشة حول البوبليك سبيكين وفن الخطابة وفيها يعني اعطت نصائح وتوجيهات للمشاركين ديالنا كيفاش يتعاملوا مع البوبليك سبيكين وكيفاش يتعاملوا مع فن الخطابة بصفة عامة. في العشية كذلك عندنا موعد مع الأستاذ جواد القرشي في الورشة ديالو كتاب قريته اللي هضر للمشاركين ديالنا على أهمية القراءة أو أهمية الكتاب في الحياة ديالنا اليومية.